عندما يضعون إعلانات منازل للبيع، يعني أنهم يطلبون أي شاري لأنهم هاجروا أو يريدون الهجرة. سوريا خلاص يعني. بدون باب توما، وسوريا بدون السليمانية والعزيزية، وبدون سيدنايا ومعلولة، تصبح أفغانستان. القصة أكبر بكثير. لذلك أنا أبدا لست مع أن فلننقذ المسيحيين وليهاجروا، لأن تاريخ المسيحية كان هناك. معلولة هذه الآن عدد سكانها 1500. عندما تسمع مثل هذا الخبر، وهي قبل بضع سنوات كانت 15 ألف، تشعر بالانقباض في الصدر وخوف. هل من الممكن تصور سوريا بدون معلولة، بدون سيدنايا البلدة المجاورة التي تحول سكانها إلى مزدوجين؟ لم تعد بلدة مسيحية مثل أغلب بلدات القلمون. النبك أصبح أغلب سكانها مسلمين، دير عطية أصبح أغلب سكانها مسلمين. الآن ترى إعلانات في وادي النصارى. ما حضرتك هاجرت أيضا وأنت مسلم، وأنت مسلم صحيح حتى يعني، فكان بالأحرى واحد مسيحي يعني. صحيح. معلولة ذهبت إليها في معسكر كشفية 1969، وذهبت إلى بلدة مجاورة إلها تدعى جبع دين، والاثنين بالإضافة إلى بخعة هما ثلاثة قرى التي بقيت تتكلم الآرامي حتى الآن. معلولة بال69 بلدة نظيفة فيها مكتبة، الشباب والبنات مع النظارات يدرسون ومزدهرة. في عام 1970 ذهبت إلى البلدة الأخرى جبع دين التي أسلمت قبل 100 سنة من ذلك الوقت. أصبحت المدينة جافة، لا يوجد حركة في الشوارع، حتى أن الباص الذي ذهب فيه إلى هناك، عندما عاد سألت متى آخر باص، قالوا لي هذا هو ذهب، فاضطرينا للنوم هناك والعودة ثاني يوم.